مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي من الوحدة السادسة مادة الكيمياء، الوحدة السادسة الدرس الثاني بعنوان المحاليل الحمضية. أخذنا في درسنا السابق ما هي المحاليل. بماذا عرفنا المحاليل؟ قلنا المحلول عبارة عن مزيج بين مادتين أحدهما يسمى مذيب. كيف تكون كميته؟ كميته تكون أكبر من المادة الأخرى التي نسميها مذاب. سندرس في بحثنا الجديد المحاليل الحمضية. نلاحظ عند تذوقنا لبعض الخضار والفواكه بالطعم الحامض، تحوي هذه الخضار والفواكه في تركيبتها الكيميائية على بعض المحاليل الحمضية. مثال على ذلك عصير الليمون. إذا نقول يوجد في بعض الفواكه والخضار بعض المحاليل الحمضية. مثال عصير الليمون. إذن نقول بعض خواص المحاليل الحمضية. لنقم معا برسم هذه الدار. هذا وعاء يحوي على محلول حمضي مثل ماذا؟ فلنفرض عصير الليمون. نقوم بوضع أسلاك كهربائية. نقوم بوصل هذه الأسلاك إلى مصباح كهربائي. بطارية. قاطع. إذن مصباح كهربائي، مولد تيار متناوب أو بطارية وقاطعة كهربائية. عند وصل هذه القاطعة، إذا نقول عند وصل القاطعة ماذا يحدث؟ نلاحظ إضاءة المصباح. إذا نلاحظ إضاءة المصباح. نرى أن الأسلاك موضوعة في هذا الوعاء بشكل مفترق عن بعضها البعض، ولكن يضيء المصباح. لماذا؟ دليل على أن المحلول الحمضي هو محلول ناقل للتيار الكهربائي. إذا نستنتج أن المحاليل الحمضية تعتبر ناقلة للتيار الكهربائي. هل كل المحاليل الحمضية بنفس الدرجة الناقلية للتيار الكهربائي؟ لا. إذن تفترق أو تختلف درجة الناقلية الكهربائية من محلول حمضي
لآخر. مثال: لدينا حمض كلور الماء، رمزه الكيميائي HCl، يعتبر حمض قوي وبالتالي ناقل جيد للتيار. ايضا لدينا حمض الكربون، ما رمزه الكيميائي H2CO3، يعتبر هذا الحمض حمض ضعيف. اذا نقول يعتبر حمض الكربون ناقل ضعيف للتيار الكهربائي. نقول بأن المحاليل الحمضية محاليل ناقلة للتيار الكهربائي، تختلف درجة ناقليتها للتيار الكهربائي بحسب قوة وضعف هذا المحلول الحمضي، بحيث يعتبر أن حمض الكلور الماء حمض قوي وبالتالي ناقل قوي للتيار الكهربائي، أما حمض الكربون حمض ضعيف وبالتالي ناقل ضعيف للتيار الكهربائي. عند دراستنا لمادة الكيمياء نسمع أحياناً بورقة عباد الشمس. ما هي ورقة عباد الشمس؟ تعتبر ورقة عباد الشمس كاشف لوسط المحلول، أي إذا كانت تميز بين المحاليل إذا كانت حمضية أم أساسية. إذن ورقة عباد الشمس هي عبارة عن كاشف يدل على أن المحلول حمضيا أو أساسيا. لها لونان هما أزرق أحمر. إذا كان الوعاء يحوي على محلول حمضي، ماذا نلاحظ عند إضافة ورقة عباد الشمس لهذا الوعاء؟ أولا، إذا كانت ورقة عباد الشمس زرقاء، ماذا يحدث؟ إذا كانت ورقة عباد الشمس زرقاء يتغير لونها إلى اللون الأحمر. ثانيا، إذا كانت ورقة عباد الشمس حمراء تبقى حمراء كما هي. إذن ما هي ورقة عباد الشمس؟ ورقة عباد الشمس هي كاشف يدل على أن المحلول حمضياً أو أساسياً. لها لونان زرقاء أو حمراء. إذا كان الوعاء الذي نحن نقوم بدراسته يحوي على محلول حمضي، إذا كانت ورقة عباد الشمس زرقاء فإنها تتغير إلى اللون الأحمر، أما إذا كانت ورقة عباد الشمس حمراء فتبقى كما هي حمراء. إذا نستنتج أن المحلول الحمضي يلون ورقة عباد الشمس باللون الأحمر. تتفاعل هذه المحاليل الحمضية مع الطبيعة، فلندرس تفاعلات المحاليل الحمضية مع المعادن. ماذا نستنتج؟ فلنقم بالتجربة التالية معا. نأتي بوعاء مخبري أو ما يسمى بأرنمايل. ماذا نسمي هذا الوعاء؟ نسميه أرنمايل، حيث يكون أسفل هذا الوعاء
واسع وفوهة الوعاء تكون ضيق. ثم نأتي بمحلول حمض كلور الماء والقليل من الألمنيوم. ما هو المحلول الحمضي في هذه التجربة؟ هو حمض كلور الماء. ما رمزه الكيميائي؟ HCl. وما هو المعدن المستخدم؟ الألمنيوم. ما هو رمزه الكيميائي؟ Al. نقوم بوضع القليل من الألمنيوم في هذا الوعاء المخبري. نلاحظ أسفل الأنبوب، ثم نقوم بإضافة محلول حمض كلور الماء إلى هذا المعدن. عند دراستنا للتفاعل الكيميائي نلاحظ أن هذا التفاعل يجب أن يمر بوقت محدد لكي يحدث هذا التفاعل. نقوم الآن بعملية التحريك. لماذا؟ من أجل زيادة في سرعة هذا التفاعل الكيميائي. نلاحظ بدء حدوث التفاعل. نلاحظ بدء حدوث هذا التفاعل. ماذا يحدث لدينا الآن؟ ينطلق غاز من هذا التفاعل ويتشكل راسب أسفل هذا الأنبوب. كيف يتم الكشف عن هذا الغاز المنطلق في هذا الأنبوب؟ فلنقم بتقريب عود من الثقاب إلى هذا الوعاء. نلاحظ انطلاق هذا الصوت القوي، هذه الفرقعة القوية لهذا الغاز، دليل على أنه غاز الهيدروجين، دليل على أنه غاز الهيدروجين. إذن نكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل: HCl زائد Al. ماذا يعطينا؟ يعطينا AlCl3 زائد H2. قلنا ما هو H2؟ غاز منطلق، هو هيدروجين. Al هو راسب كلوريد الألمنيوم. تمام؟ تمام. إذن نقول أن المحاليل الحمضية تتفاعل مع المعادن، يتشكل راسب وينطلق غاز. بشكل عام نقول معادن زائد محاليل حمضية يعطي غاز منطلق زائد راسب أو ملح. إذن نعيد، تتفاعل المعادن مع المحاليل الحامضية لتعطي ما يسمى بالراسب وينطلق غاز. في أغلب المحاليل الحمضية يكون الغاز المنطلق غاز الهيدروجين. كيف يتم الكشف عن هذا الغاز؟ تقريب عود ثقاب من هذا الغاز المنطلق، تحدث فرقعة قوية، دليل على أنه غاز الهيدروجين. بعض استخدامات المحاليل الحمضية في حياتنا العملية أو اليومية، نستخدم المحاليل الحمضية في كثير من الأشياء. فلنفرض عند صناعة الكولا، بيبسي كولا، ماذا نضيف لهذه المحاليل؟ نضيف لهذه المحاليل أو لهذه الكولا حمض الكربون، صيغته الكيميائية H2CO3. عند صناعة الأسمدة الزراعية، عند صناعة الأسمدة الزراعية يكون العنصر الأساسي المؤسس لهذه الأسمدة هو حمض الأزوت.
إذا نقول العنصر أو المركب الأساسي، المركب الأساسي لهذه الأسمدة هو إيش؟ حمض الأزوت. ما صيغته الكيميائية؟ HNO 3. أيضا عند صناعة بطارية السيارات، ما هو العنصر الأساسي المؤلف لبطارية السيارات؟ هو حمض الكبريت، رمزه الكيميائي H2SO4. إذن نقول المحاليل الحمضية هي محاليل مشكلة من امتزاج مادتين مذيبة ومذابة، طعمها في أغلب الأحيان يكون حامضاً، في جميع الأحيان يكون حامضاً، لديها تأثير على ورقة عباد الشمس بحيث أنها تلون ورقة عباد الشمس باللون الأحمر بشكل دائم. إذا كان الوعاء يحوي على محلول حمضي فإنه يتلون باللون الأحمر، أما إذا كان المحلول أساسي فإنه يتلون بلون آخر. إذ تنقل التيار الكهربائي بشكل جيد بحسب درجة قوة هذا الحمض، إذا كان الحمض قوياً فإنها تنقل تعتبر ناقل جيداً للتيار الكهربائي، أما إذا كانت درجة هذا الحمض ضعيفة فتعتبر ناقل ضعيف. مثال على ذلك أخذنا حمض كلور الماء، حمض قوي وبالتالي يكون ناقل جيد للتيار الكهربائي، أما حمض الكربون فهو حمض ضعيف وبالتالي ناقل ضعيف للتيار الكهربائي. أيضاً قلنا تفاعل هذه المحاليل مع المعادن بشكل أساسي، يتشكل راسب أسفل هذا الإناء أو الوعاء المخبري وينطلق غاز، في أغلب الأحيان يكون الغاز المنطلق غاز الهيدروجين. كيف تتم الكشف عنه؟ بإضافة عود ثقاب إلى فوهة هذا الوعاء تحدث فرقعة قوية دليل على أنه غاز الهيدروجين. لهذه المحاليل الحمضية عدة استخدامات في حياتنا اليومية، في صناعة الكولا نستخدم حمض الكربون، في صناعة الأسمدة نستخدم حمض الأزوت، في صناعة البطاريات السيارات نستخدم حمض الكبريت.